طيب القضايا كتير والقضايا متشابكة، وفي النهاية كل ده بيصب في وعاء الإعلام اللي احنا قلنا ان في الداخل في الخارج والبير واحد. صحيح. لان المشاكل بتنهل من نفس البئر، تجارة الشائعات وتجارة الكراهية اللي حضرتك وحضرتك أكدت ان احيانا بتتجاوز فكرة المباراة الرياضية الى صحيح. اهداف اخطر بكثير طبيعي. ولكن احد المشاكل الكبرى للرياضات على مستوى العالم ولكن هنا وفي افريقيا تحديدا تبقى مشكلة التحكيم يا استاذ ابراهيم. صحيح. اللي محدش راضي عنها، و و و و و و وإذا الأهلي قال أنا عايز الفار يقولوا له طبعا مش عارف إيه، طب أنا مش عايز الفار طبعا عشان مش عارف إيه، يعني أي حاجة الأهلي يشيد بالحكم المحلي طبعا مش عايز أجانب، طب عايز حكم محلي، إحنا بنشيد بالحكم الأجنبي. وتتوه القضية الرئيسية، لماذا التحكيم في قفص الاتهام أكرم بيه؟ لماذا؟ هو طبعا ده استمرار للي احنا بنقوله طول الكلام، اللي هو فكره هو مش هيعجبه نظريه جحا، يعني اللي هو ايه، هيجيب محلي يبقى هو عاوز المحلي يبقى معاه، هيجيب اجنبي ما هو متفق مع الاجنبي، اصل الانحياز، اصل الفار، طب شفت فار عملوه له عشان الاهلي، يعني فكره انه هيفضل طول الوقت. بس برضو خلينا نقول انه لما بيبقى التحكيم له معايير ثابته مع كلا الفريقين بصراحه بتبقى مريحه. أهم جملة. يعني شفنا كتير الحقيقة ناس في مباريات ممكن تبقى متضايق من الحكم، بس الحقيقة انه بيطبق نفس المعايير على الاتنين بالظبط، يعني الفاولات بيحسبها بنفس الطريقة، الضربات الركنية ما بيجيش في الحاجات، حتى الحاجات المشكوك فيها تلاقيه بيرجع للفار وبيبيع. الطريقة دي الحقيقة تضمن كثير، لانه برضو والحكم في النهاية قاضي وله السلطة المطلقة في التحكيم. صحيح في جهات بتحاسبه بس بعد ما الفاس توقع في الراس، يعني اذا حسب جون او حسب بين ضربه جزاء او غيره، ما هو في النهايه خلاص اتحسبت والرصاصه طلعت. هو ده الخوف الحقيقي مع وجود عصبيه في الجمهور، احيانا مش هقول برضو احيانا بيبقى الحكام شماعات لتعليق ان انا عاوز ابرر النتيجه هنا او هنا. التحكيم ما يتصلح لما ما نسمعش جمله اللي اتقالت في ماتش بالراعي لحالتهم النفسيه او الاحتواء، الخروج الاحتواء لبر الامان والاحتواء، ما هو يعني عشان يخرج لبر الامان هو غير عنده ورد، انت كده مخرج مش حاكم او عنده ايوه لا الحكم هو قاضي الملاعب لما يكون قواعد ثابته زي ما قلت، حتى اخطاء ليا وعليا ما عنديش مشكله، معيارك واحد، لكن ما تقوليش النموذج الواضح للمعيار الواضح. احنا لعبنا في كاس العالم في ابو ظبي للانديه، في ماتشنا مع بالميراس اطرد ايمن اشرف، كان بالميراس ولا كان بالميراس، وايمن اشرف لما اطرد يعني اعتبرنا ان دي قسوه، لا والحكم وخدنا الحكم في دماغنا. لما جيت بقى بيلعب في الثالث والرابع قدام الهلال كنا خايفين جدا منه، صح، وبدأت سلسلة من الاحتجاجات، ولكن الاتحاد الدولي طبعا أصر على الحكم لنكتشف أن الحكم طبق نفس المعيار. هنا أدركنا أن زعلنا عادل. كان ممكن يبقى له سبب، بس هو ده طبيعته صفارته واحدة، لم يتهاون مع نفس الأخطاء. صح. واستفدنا من هذه الصفارة. صح. أن حصل طرد، ايه اللي ريحنا من الحكم الفرنسي؟ ابتدينا من بعد الشك نظر له باحترام، معياره ثابت، وهذا ما لا نراه بصراحه هنا. التحكيم او التحكيم في الكره بالذات له قواعد، قانون زي القاضي في المحكمه، في قانون القاضي، هل ممكن يحتوي مجرم قتل عشان حتى لو اهله كتير في المحكمه يقول لك روح القانون، يروح خد بقى في المساحه روح دي القانون. لا في والظرف، لا والدليل الظرفي والدليل المادي، لا في ظرف مخفف وظرف مشدد، دول قواعد برضه مش مطلق، مش مطلق. يعني انت في قاضي اول ما تقع قدام القضيه يقول لك خلي بالك القاضي ده زي ما الكتاب بيقول متشدد، زي ما الكتاب بيقول معروف، اذا ده نهجه، دي فلسفته في العداله، دي شخصيته المهنيه. انما لو اتعامل هو نفس الشخص
مع الموضوع ده بتراخي، مع الموضوع ده بتشدد، تقلق. هي دي أزمة الحكام. المستوى الفني. ماذا أضاف الفار إلى التحكيم؟ هل أضاف اطمئنان ولا مزيد من القلق؟ مزيد من القلق. لا أنا شايفه، لا أنا شايفه. أنا شايفه إن هو زي زمان، كان التصوير البطيء مش مختلف كتير عن التصوير البطيء، وفي حالات كتيرة بحس إن هو ما بيحلش الأزمة، بيعقدها أكتر. يعني بيرجع أو للفار او يتجاهل النتيجه ويحكم زي ما هو. فالحقيقه انه هو طبعا مفيد، يعني لو انت التكنولوجيا بشكل عام وغيره مفيده، لانها اضافه لكثير من ادوات التحكيم بشرط ربما الحكم. لكن لو الحكم بيطبق معايير واحده مع الملعب هيطبق معايير واحده مع الفار، لكن ممكن هو يشوف الفار هنا ويبقى منحاز فيتخذ نفس الطريقه او يحكم بطريقتين. لو هو بيحكم بطريقه واحده يبقى الفار مفيد، لو بيحكم بطريقتين يبقى الفار فايدته ايه؟ لا لانه في الاخر بشر. طيب انا هقول لك مختلف. اتفضل. الفار قلل كتير من اخطاء الحكام، وخصوصا في حالات الاوفسايد والكره عدت الخط، في الحاجات الواضحه المفروض كتير قلل. لكن برضو هو حكم الفار هل بيحتوي غضب اللاعبين ولا لا؟ هو التطبيق، الازمه عندنا في التطبيق. كل الحكام حافظين القانون وعارفين القوانين، لكن هو شخصيته اللي بتفرق. في شخص بيطبق القانون زي ما الكتاب بيقول عليا وعليك، ما الاهلي جه في جون بالايد في الترجي عادي جدا،